مقتل نقيب من قوات النظام ومدني وإصابة مساعد أول بحادث سير في قرية أم الزيتون بريف السويداء الشمالي. العثور على مقبرة جماعية جديدة في مدينة الرقة شرق سوريا تضم رفات أكثر من 200 شخص. العثور على جثة السيدة هيام حسن مقتولة ومرمية في منطقة الكسارات بالقرب من قرية تل زعيتر على طريق الحسكة، وذلك بعد سرقة ما بحوزتها من نقود ومصاغ. الصليب الأحمر يطالب الدول باستعادة نساء وأطفال عناصر تنظيم الدولة الأجانب من سوريا، ويقول إن وضع اللاجئين في مخيمات شمال شرق سوريا كارثي. مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون يرحب باحتجاز بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية، ويؤكد مواصلة عملهم مع الحلفاء لمنع النظامين في طهران ودمشق من الاستفادة من تجارة النفط غير القانونية. المنظمة الدولية للهجرة تقول إنها استطاعت بالتعاون مع مفوضية اللاجئين إعادة توطين 100,000 لاجئ سوري من لبنان في عدة دول أوروبية منذ عام 2011. دراسة حديثة لجامعة هارفارد الأمريكية تكشف أن الأشخاص الذين لا يحصلون على نفس القدر من النوم أو لا يذهبون إلى الفراش في نفس التوقيت كل ليلة يكونون أكثر عرضة للإصابة بمشاكل صحية مثل البدانة وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول والسكري.